ومن فضائل حفظ القرآن، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، وفي رواية: إلا على اثنتين. ذكر منهما رجل أتاه الله القرآن، ما الذي بعده؟ يتلوه آناء الليل وآناء النهار. في رواية مسلم: يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهذا يدل على حفظه، ولكن ليعلم أن حفظ القرآن دون العمل به لا ينفع، أو أنه يفهم بالفهم غير الصحيح الذي فهمه السلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام أحمد: ويتبع ما فيه. ولذلك في الصحيحين الخوارج يقرؤون القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله رطبة رطبة، لأن ألسنتهم تكثر من قراءة القرآن. وفي رواية: لينة، يعني سهلة، وذلك لعظم حفظهم. هذا جانب. جانب آخر من أنهم كما قال بعض الشراح: من أنهم إنما يحسنون الصوت، لكن الفهم السليم لم يفهموه، ولذلك خرجوا على الأمة فاستباحوا الدماء والأموال.